فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكر ابن كثير رحمه الله في قصص الأنبياء أن إدريس عليه الصلاة والسلام هو أول نبي، فهل هذا صحيح؟ هو أول، نعم هو سابق، هو سابق على نوح، هو قبل نوح، لكنه ليس رسولا، هو نبي. آدم نبي أيضا. الكلام على أن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، هذا في الرسل، فنوح أول الرسل وليس الأنبياء قبله أيضا. نعم.